أبويا وسندي الغالي، تلقينا خبر ترقيتك بكل فخر وفرح وسعادة. أبارك لك بالنيابة عني وعن إخواني عامر، محمد وعبد الله على التميز، وهذا مو بغريب عليك. ودائماً لا طرينا الإبداع والتميز والاجتهاد، فأكيد عنوانه اللي هو دكتور علي بن عجيف الزعابي، بنتك الوحيدة شيخة بن عجيف. Welcome, Papa. Congratulations, Papa. I'm very happy for you. I'm always proud of you. I love you, Papa. Hadiya, Walid al-Rafi. مبروك مبروك حبيبتي نورة على الترقية، ورفعتي راسي الحمد لله، وأساك إن شاء الله من الأعلى، والله يبارك إن شاء الله في شيوخنا وسيدي أحمد المري وياهم إن شاء الله جميعا يا رب العالمين، وأساكم من الأعلى كلكم يا رب العالمين. رفعتي راسي حبيبتي، تستاهلين والله تستاهلين. ألف مبروك أبويا الغالي مانع محمد البناي على الترقية، وإن شاء الله نشوفك في أعلى المناصب. مبروك الترقية أبوي مانع البناي، أتمنى لك التوفيق. ولدي وفخري خالد الرمل، رفعت راسنا ومبروك الترقية، ومنها للأعلى يا رب. ربي يبارك فيك وفي مجهودك ويعطيك دائما من فضله ورضاه. أخوي الغالي راشد الفلاسي، ألف ألف مبروك الترقية، ومنها إلى الأعلى إن شاء الله، وأتمنى لك التوفيق في خدمة وطننا الغالي دولة الإمارات العربية المتحدة. أخوك سالم الفلاسي. هلا حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو الأخبار الحلوة يا ماما؟ ألف 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 مبروك حبيبي، الله يسعدك يا ماما ويفرحني فيك وفي أخوانك، وإن شاء الله إن شاء الله مبروك الترقية الطيبة، ويأتي إن شاء الله في وقتها، ويسعدك يا أمي، الله يسعدك حبيبي ويفرحني فيك، وانت يفرحك في عيارك إن شاء الله، وبارك فيكم جميعا. ألف ألف مبروك حبيبي، حفظك الله يا أمي. هلا الحبيب. مبروك بابا على الترقية، نحن نحبك وايد. مبروك اختي بدرية على الترقية، ومنها للأعلى إن شاء الله، ونحن فخورين فيك وايد، الله يوفقك لخدمة بلادك. السلام عليكم، إيش حالكم؟ شكرا بابا محمد من راشد، شكرا بابا محمد المري على ترقية بابا كايد. مبروك بابا حبيبي، ملازم أول قايد البلوشي، ونفتخر من بنتك غالية البلوشي. Love you. السلام عليكم يا عبد الوهاب يا ولدي، كيف حالك؟ ما شاء الله ترقيت وهذا شيء جيد، والله يبارك فيك وفي عيالك إن شاء الله، مبروكين إن شاء الله مع التقدم الدائم يا رب، والصحة والعافية لك ولعيالك إن شاء الله، ويجزا الله خير المسؤولين اللي قايمين، وانتم تأدون واجبكم، هم إن شاء الله مرتاحين منكم، والله يوفقكم الجميع يا رب العالمين لخير هالبلاد وأهلها يا رب. مع السلامة. ألف 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 مبروك يا عبد العزيز، أهنيك على الترقية، أنا فخور فيك يا ولدي، كل إنسان يعمل بجهد وإخلاص يستحق النجاح والتقدير، والحمد لله تعبك أجنى بثماره، وهي الترقية راح تكون نقطة الانطلاق لأهداف أخرى، وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب يا ولدي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد،
مبروك على الترقية ومنها للأعلى. أخو صديق وعزيز وغالي، وبالتوفيق دائما في حياتك المهنية والعائلية. رفعت راسنا وكل عائلة محمد مطر راشد بن ميلين. والله يحفظك لنا، يحفظك لعيالك. أخوك أبو زايد. السلام عليكم، أنا لطيف جمال سالم سبتي، حبيت أهني أبوي بمناسبة الترقية ومنها إن شاء الله لأعلى المناصب. أنا أحبك أبوي ونفتخر أنك قدوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقدم لك خالص التهاني القلبية والتبريكات على الترقية الجديدة، الله يجعلها إن شاء الله خير عليك، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويجعلك دائما في المراتب العالية والمزيد إن شاء الله من النجاحات والتميز والاستمرار في العطاء في خدمة وطننا الغالي، الله يحفظك. ألف مبروك أمي على الترقية، كنت واثق فيك ومنها وللأعلى، وأنا فخور فيك. ولدك عبد الله. مبروك مبروك أخوي عمران ومنها للأعلى، ونحن فخورين بك. ألف ألف مبروك. مبروك الترقية أخوي أبو علي، وأنت تستاهل الأفضل دائما ومنها للأعلى إن شاء الله. مبروك أبوي سلطان على الترقية من أهل الأعلى، إن شاء الله تنفع بلادك ورؤساك ومدراك وشيوخ، والله يوفقك إن شاء الله بإذن الله، تستاهل حبيبي. مبروك أبوي على الترقية من أهل الأعلى إن شاء الله. مبروك يا أبوي على الترقية، تستاهل كل خير وعساك على القوة لخدمة الوطن. كل يوم أفتخر لأنك أبوي وسندي في هالحياة. مبروك على الترقية يا تاج راسي ومنها للأعلى يا رب. ألف مبروك الوالد. مبروك أبوي الترقية وأنا فخور فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدم بجزيل الشكر على القائمين بهذه المبادرة، بتاحت الفرصة لي بتهنئة ابنتي فاطمة المهيري بمناسبة ترقيتها، وأتمنى لها أعلى المراتب والله يوفقها في مسيرتها العملية يا رب العالمين. الله يوفقك يا بنتي ويسر أمرك يا رب، ومنها للأعلى يا فاطمة، وألف ألف ألف مبروك حبيبتي يا بنتي. مبروك عبد الله على الترقية من أهل الأعلى، إن شاء الله يوفقك في أعلى المراتب. أخوك وربيع محمد شعبان. هلا أبو غيث، السلام عليكم. مبروك في بيتك، مبروك على الترقية إن شاء الله، قبل ما تعلق النجمة حبيبي في بيتك وتتهنى حبيبي، والله يسعدك إن شاء الله، وإلى الأمام إن شاء الله، إلى الأمام حبيبي، والله يسعدك يا ربي.